السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. دائما مصلحة الأرصاد الجوية تنبه من تساقط زخات مطرية بداية من أمسية اليوم وإلى غاية الليلة المقبلة إن شاء الله، عن كميات معتبرة من الأمطار على شكل زخات رعدية إن شاء الله ستخص الهضاب والمرتفعات، خاصة منطقة الأوراس وكذلك الواجهة الشرقية الساحلية إن شاء الله، أمطار على شكل زخات رعدية بحول الله. أما على الواجهة الساحلية الغربية والوسطى فالأجواء تبقى مغشاة، كذلك على شمال الصحراء منطقة الصور احتمال كذلك لسماع بعض الرعود المنعزلة، دائما أمطار رعدية، هناك تنبيه سالم مفعول عن زخات مطرية كذلك ستخص كل من برج باجي مختار، كذلك إنقزام، طنراسات، جانات، إليزي وكذلك الصحراء الوسطى، هنا الأمطار على شكل زخات رعدية أحيانا معتبرة إن شاء الله، هبوب رياح قوية على الجنوب الغربي وكذلك الحدود المالية الجزائرية منطقتي الهوغار والتاسيلي حتى على أقصى الجنوب ستعمل على تطاير للرمال. عن درجات الحرارة تبقى فصلية مع نسبة رطوبة عالية تفوق 80% على الواجهة الساحلية خاصة الواجهة الوسطى 31 درجة، 37 درجة على كل من غليزان معسكر وشلف، 45 درجة على مقياس جنوبا على تندوف وبني عباس، 42 درجة على الصحراء الوسطى، 31 درجة فقط على طنراسات. أما خلال الليل إن شاء الله درجات الحرارة الدنيا دائما تبقى فصلية على المناطق الشمالية تتراوح ما بين 21 لغاية 28، ترتفع على بتنة وتبسة لتقارب 28 درجة، 23 درجة على العاصمة، 31 درجة على كل من غردية كذلك بسكرة حتى على ولاية إليزي، 32 درجة على تندوف، على مقياس على الصحراء الوسطى مع 33 درجة، لكن أدنى مقياس على طنراسات مع 20 درجة. أما البحر خلال ظاهرة اليوم إن شاء الله هناك تنبيه من المستوى الأول عن بحر مضطرب محليا تقريبا على طول الشريط الساحلي، حتى الرياح ستشتد من طيارات شرقية شمالية شرقية على كل من السواحل الغربية والوسطى تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، راية إذا تتناوب بين راية برتقالية وحمراء يجب أخذ الحيطة والحذر. أما على الواجهة الشرقية فالرياح تبقى ضعيفة ضمن طيارات غربية تماما مع بحر قليل الاضطراب، رياح لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. غروب الشمس على مستوى العاصمة لنهار اليوم إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 7:09. أشكركم على المتابعة، صحة فطوركم والسلام عليكم.